السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير عاجل وهام. الحوثي محور المقاومة سيرد عسكريا على التصعيد الإسرائيلي، وإلى التفاصيل. قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن جريمة استهداف قائد حركة حماس إسماعيل هنية في إيران أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من أمريكا. وأكد الحوثي في كلمة متلفزة له مساء اليوم الخميس حول تطورات الأحداث إن محور المقاومة سيكون له رد عسكري على اغتيال هنية والقيادي في حزب الله وآت شكر وكذا استهداف المقاومة العراقية. وقال إن موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح ولا بد من الرد عسكريا على التصعيد الإسرائيلي. وأضاف هناك مواقف واضحة ومعلنة من قبل الجمهورية الإسلامية وبقية المحور ويجري العمل من أجل الرد. وأضاف أن استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني، متوعدا إسرائيل بالزوال، قائلا مع زيادة جرائم العدو الإسرائيلي يزداد اقترابه من الزوال. وتابع إجرام العدو الإسرائيلي يقابله الزياد في جبهات الجهاد، مشيرا إلى أن هناك تحركات غربية للضغط على إيران وحزب الله ليكون الرد محدودا على اغتيال هنية وشكر. وقال إن مهمة المؤسسات الدولية هي الدعوة لضبط النفس بعد أن يكون العدو قد فعل فعلته، داعيا إلى عدم التعويل على المؤسسات الدولية التي تساوي بين الضحية والجلاد. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.